اللي عملوني. نعم. الناس دول اللي عملوني. حبهم ليا هو اللي عملني. نعم. فببقى حس ان مسؤوليتي انا ان انا ارد لهم هذا الحب بعمل بكل فني. بكل خشوع. نعم. او بعمل فني وبكل نعم. خشوع في التعامل معهم. نعم. انا ما زلت بسالك على رجل عسكري على باب الفن. لماذا هؤلاء الفنانين يتزوجون بسرعه ويدب الطلاق بسرعه كوجهه نظر؟ انا كان ليا تجربه زواج سريعه جدا يعني 4 اشهر مع السيده الفنانه سهير رمزي. هي بيبقى اول مره اعرف. حضرتك مفاتيح مفاتيح يا فندم. حضرتك اذا تزوجت الفنانه سهير رمزي 4 اشهر. 4 اشهر من سنه 77. الفن بيقرب وبعدين في نفس الوقت انا كنت منشغل بالسياحه، شغال في السياحه، ماسك شركه السياحه وبشتغل في الفن ودي كانت نصيحه برضو المرحوم الاستاذ يوسف شاهين، بيقول انه لما ابتديت اعمل العصفور وبتاع ما في شيء، قال لي بس مش بس سينما، لازم تشتغل شغله تانية. وهو اللي عرفني على مدير الشركه الفرنسيه اللي انا بعد كده بقيت مدير الشركه الفرنسيه. كان قصده ايه؟ كان قصده ان الفنان لازم يبقى متعايش في غير الفن. لا يبقى قال لي في بداياتك عشان ما تقبلش اي حاجه للناحيه الماديه لازم يبقى عندك عمل بتكسب منه تتسند عليه وتبقى تملي هاوي في بداياتك وتحب السينما. حلو. حب، وهي نصيحه محترمه. وهي كانت نصيحه محترمه. طيب نكمل. انا عايز لما قلت لحضرتك، قلت لي انه تزوجت الفنانه السيده سهير رمزي، عايز اسوق لك فكره وتقول لي اذا كانت كانت صح ولا لا. انا سالت الفنانه الجميله انغام وقلت لها لماذا تتزوجون وتنفصلون بسرعه؟ فقالت لي احنا واحنا بنشتغل استاذ فلان بنبقى في حاله شعوريه واحده، وحاله تقارب انساني، لكن لا يلبس هذه الحاله الشعوريه أن تتراجع بعد الشغل، وبالتالي خلاص. هل ده دقيق؟ أحسن. ده دقيق جدا جدا. أحسن تعريف يعني. وأنت كان يجمعك بيها فيلم؟ كنا شغالين مع بعض فيلم الملاعين. إخراج المرحوم الأستاذ أحمد ياسين. وكان سيناريو المرحوم الأستاذ عرفت عبد الحي أديب. نعم. كان تمصير للكينج لير. تمام. فانتوا قربتوا من بعض. قربنا من بعض قوي. و من الذي بادر بعرض الزواج؟ هل عاده دائما الرجل؟ كان حضرتك اللي طلب؟ كان متبادل. كان يعني الشعور كان متبادل من الناحيتين، والمبادره كانت من ناحيتين. اتفقتوا عفوا على الزواج وانت في الاستوديو؟ لا، بره الاستوديو. وانتوا قاعدين مع بعض؟ تمام. يعني قعدتوا مثلا في قهوه، في كافيه، اتعشيتوا سوا؟ كنا في الاسكندريه، وهي كانت بتشتغل في فيلم وانا كنت بشتغل في فيلم، فاتفقنا على الارتباط. تمام. ووافقت. فكره الطلاق جت ازاي؟ ان زي ما بتقول حضرتك الحاله بتبقى يعني انشغالي في السياحه. نعم. وعالم السياحه و السبعينات كانت زي ما بيقولوا الجولدن ايج بتاع السياحه. فما كنتش بدي بيتي الاهتمام الكافي. نعم. وبعدين هي اشتغلها في الفن، فكان الخطين بعدوا عن بعض. فاتفقنا بطريقه جنتلمان وراقيه جدا ان احنا انكم تنفصلوا وتطلقوا. والزمالة استمرت يعني. وحدث الطلاق. تمام. ايه اللي استخلصته من خلال تجربتك مع فنانة لأول مرة بتتجوزها؟ ان مش لازم اتسرع في قرار زي الزواج. في حياتك زواج بين امريكية؟ لا، مصرية. اللي هي ام الاولاد. ام الاولاد مصرية.
وهي خدت الجنسية الأمريكية بعد كده. هي خدت الجنسية الأمريكية. أتطفل لو أعرف إيه الخلاصة بتاعت الطلاق ليه حصلت؟ قد كان من ممكن أن تستمر. كان ممكن تستمر. إنها لما أنا رجعت مصر أنا رجعت بعد 13 من تكساس. كنا عايشين في تكساس وكان عندنا يعني حضرتك والزوجة الفاضلة والأولاد تمام كنتوا في تكساس في أمريكا. الأولاد اتولدوا هناك في أمريكا. اتولدوا في أمريكا. اتولدوا في أمريكا. وعيشتوا قد إيه هناك؟ 12 سنة. 12 سنة. ثم عدت إلى مصر بها؟ عدنا عدنا بالأولاد. بالأولاد. ثم ولا هي ولا الأولاد عرفوا يتأقلموا مع مصر. مع مصر. مع الأخلاق والطباع والسلوك. هي هي رغم أنها مصرية. رغم أنها مصرية. لكن يبدو إنه الحياة 12 سنة تمام في تكساس خرجتها من وخاصة المدة. ان دراستها في يعني هي خدت دراستها والماستر بتاعها في جامعة في امريكا. درست ايه؟ الفن ارت. فطلعت اشتغلت في المتحف الدولي بتاع المنطقة دي. ووصلت قبل ما نوصل انها كانت اسيستنت كوريتور يعني نعم في موقع جيد. فلما جت هنا هي كانت اول مديره للمتحف بتاع محمود خليل نعم اللي كان بيت تمام رئيس السادات سادات نعم ما عرفتش خالص تتاقلم ونظره الرجل للمراه ومعامله الرجل للمراه والطريقه اللي كانت ده ادى الى الطلاق لا ادى ان القرار ان احنا نرجع امريكا نعم ثم والاولاد بيعيطوا كل ليله مش قادرين يعني عاملين زي اي تي لما كان بيقول هوم 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 كل شويه يقول لي دادي هوم دادي هوم اقول لهم اوكي كانت حاله صعبه جدا ف قالت ان مش هنقدر يعني نرجع كلنا امريكا قلت لها لا يمكن يعني انا لو ارجع امريكا انا خسرت كل المشروع اللي انا كنت فيه ودلوقتي انا كنت راجع على سياحه بس كان في حرب الخليج فالسياحه كانت ميته ساعتها فرجعت الحاجة أنا بحبها اللي هو الفن من شروط زواجي من أم أولادي إن والدها كان قال لي كويس إنك أنت بطلت فن وبتشتغل في السياحة كمان يعني ما كانش مقبول قوي لدى والدها إنك تشتغل في الفن تمام. هل هي كانت متقبلة ده؟ إن أنا أرجع للفن؟ الزوجة؟ لا ما هذه من الأسباب ما كانتش متقبلة إنك ترجع للفن وتنخرط في حياة الفنانين مزبوط والفنانات مظبوط قالت لي نعم. مش يعني ما فيش داعي تديني فرصة إن أنا أحبك أقل من الحب اللي أنا بحبه لك ما فيش داعي تديني فرصة أحبك أقل إنك تعمل حاجة أتضايق منها الحياة بتاعت الفنان يعني وبعدين هي كانت تعلم كويس قوي حياة الفنانين ازاي نعم فقالت لازم اخد الاولاد فاتفقنا خليني اقول لك هل اهل الفن للفن يعني انت قصدك راجل عسكري واتصور حتى وانا بشوفك حتى في الحياة الفنية تبدو كشيء جميل في عالم غير منضبط وليس هذا تماما لانه حسين كمال كان دايما ليه عباره جميله جدا يقول لي عدم الانضباط يوصل للانضباط وهو كان يريد ان يقصد ان يقول ان فوضى الفنان فن تقدرش تقول ان الحياه في الفنيه انك بالمسطره والقلم لا طب لا ما فيش اظن ان الزوجه الفاضله كانت تريدك يعني أيقونة لديها مظبوط وده كان الحال واحنا عايشين في تكساس وده كان الحال هناك هي هنا ما قدرش عاشت قد ايه في مصر ست اشهر و... ثم عادت ثم سافرت وانا قعدت مع الاولاد سافرت مطلقة اتفقنا على سافرت مطلقة واصرت على ان يكون معها الاولاد الاولاد قعدوا معايا ست اشهر هنا ثم سافروا وانا خدتهم وانا اللي وديتهم لها عشان يخشوا المدرسه وقعدت معاهم هناك دخلناهم المدرسه وبتاع وطمناهم هي كان من ممكن لو انك انت ابتعدت عن هذا الجانب الفنان كانت تستمر مظبوط لولا انك ما كان يعني الوضع ان انا قلت لها انا بادئ من الصفر
انا راجع هبتدي الفن من الصفر، مش هرجع ان انا اقول انا كنت. طبعا انا ده راجع ومؤهل نفسي ان انا بادئ من الصفر، وانا بحب الفن. فلو ما قدرتش تستعمل المعادله دي، لا ما قدرتش. وبعدين بعد كده لقيت ان انا قراري كان صح، ان انا كنت بساعدهم. يعني احنا الاثنين بنشتغل وبنساعد ان احنا نوصل الاولاد للجامعة. هل انتما اصدقاء الان؟ اقرب اصدقاء.